صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وحال. النهارده جاي اوريكم طقم جديد من حاجات جميله كده جبتها للقهوه. بصوا الطبق الصغنن الجميل الكيوت ده، بصوا يعني بصراحه انا عاجبني قوي الطبق الصغنون. بصوا يعني انا الاول بصراحه فضلت اطلع كده في الاطباق. ايه ده؟ طب فين الفناجين يا جماعه؟ الفناجين بقى يعني 2 4 5، دي كده 6 اطباق. ماشي، فين؟ يا خلاصي يا ناس على الجمال يا ناس، فين الصغنن ده؟ الله، بص الفنجان الصغنن ده لذيذ قوي 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 قوي، انا بحب الاحجام الصغننه ده. ايه ده؟ ده بص الطبق يعني اصلا ليه منزل كده، ليه منزل لذيذ كده يدخل فيه. بصوا انا بعشق يعني اللي يحبني، اللي يحب سمر يجيب لها فناجين قهوه، يجيب لها طعم قهوه، يجيب لها مجات، يجيب لها حاجات لذيذه غريبه كده. يمكن هو طقم ايزي جدا وسيمبل قوي وبسيط، لكن بصوا انا مبسوطه بيه قوي وسعره لذيذ قوي، يعني تقريبا 70 جنيه، وبسيط افضل من اطقم قهوه كتير عامله 200 و300 و600 واسعار رهيبه قوي، لكن هو بسيط قوي وتقدري تشكلي بيه مطبخك وتحطيه قهوه مع دي. بصوا كوميل الازاز على فكره بتاعه جودته حلوه نظيفه، ما هوش مثلا زي الحاجات التانية اللي بنشوفها. ويلا بينا هنعمل قهوه ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي فيه. انا طبعا القهوه حطيت معلقه ونص بني وعملت مقاس الفنجان. يلا اللي هتقلبه بقى ومستناه. بصوا بنات يعني جمال الفنجان بصراحه حاجه كده يعني كيوته لذيذه، تقدري انت واصحابك كمان تعمليه قهوه في سيمبل، قهوه عرباوي، جبنه بطريقه شيك كده وجميله، ومش عارفه انا حاسه ان هو في راحه للعين كده. الفنجان يعني رغم ان هو سيمبل قوي وهادي وازاز ابيض، لكن انا بحب ايه ارتاح قوي للحاجات الشفافه دي، الحاجات الهاديه دي. ان شاء الله يعجبكم وتجيبوا منه، وهحط لكم باذن الله لينك الجروب بتاع جوجو. انا بجيب منها جوجو ميك اب، يعني صراحه بحس ان انا باخد من عندها حاجات نوادر حتى في الميك اب وفي ادوات المطبخ. بصوا بقى تحفه،